سيد أمين ما زال وياي يا شباب؟ نعم. تمام. سيد أمين، أعود جنابك وأسأل، كل من يتحدث الآن أو يراقب المشهد العراقي يتحدث عن محاذير وتحديات، وقد تكون هذه الحكومة حكومة عمرها سنة أو حكومة الفرصة الأخيرة. هل القوى السياسية أدركت خطورة ذلك أم عادت تغرق بالفساد ونست أحداث قضية تأخير تشكيل الحكومة من الكاظمي إلى السوداني أو المتغيرات الشارع تشرين وغيرها؟ حقيقة أنه جميع ما ذكر جنابك الكريم هو مطروح على الطاولة وأمام جميع القوى. ما مرينا به من ظروف استثنائية وتجربة قاسية جعلت الكثير يراجع ويعد برامج، ولكن يا سبحان الله البعض منهم تناسى، لم ينسى ولكنه تناسى ما حدث، وأصبح كل همه أنه كيف الوصول إلى السلطة وكسب المغانم. نحن ليس مع هذه الفكرة أنه هي الحكومة الأخيرة. نعم. بالإمكان ونراهن على وعي الشعب، ولا يمكن القضاء على الفساد إلا بوعي الشعب. ذكر الضيف العزيز أنه نسبة 20% شارك، ونسبة الثمة فعلا. نعم. لكن عدم المشاركة هل كان هو الحل؟ نعتقد ورأيي الشخصي أنه عدم المشاركة كانت هي السبب فيما وصلنا إليه. لو شارك المجتمع بنسبة عالية واختار شخصيات كفوءة ونزيهة نحاسب الفاسدين. كثير من الجهات ومن الشخصيات ومن أثرى على المال العام مشخص كل في مدينته، باعتبار أنه القانون الأخير كان معني بالدوائر ليس محافظة إنها جزء المحافظة الواحدة، وبالنتيجة أبناء المدينة كل مدينة يعرف المرشحين، يعرف كيف كان ما هو وضعه، وخصوصا من اشترك في الحكومة، مع احترامي للكثير من الأخوة الكفاءات والنزيهة، ولكن أنه تكرار نفس الوجوه وصعود الفاسدين، يعني لم يصعد شخص إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية في القوى بالسيف، أتى من خلال صناديق له، رغم أنه هناك ما يتداول حول التزوير. جميل. ولكن المجتمع انتخبه. فيعني المشكلة الأساسية نحتاج من الكفاءات، من النخب، من الناس الواعية أن تتصدى لهذا الأمر. طيب. سيد أمين، عذرا للمقاطعة، جنابك ما زلت عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي؟ نعم. هل ترى أن المجلس الأعلى تراجع بشكل كبير جدا على مستوى الجمهور والقاعدة، رغم أنه السوداني طاكم وزارة الصحة؟ مو يعني حالة طبيعية، جميع الأحزاب الدول التي سبقتنا في الديمقراطية، ونحن نؤمن بالديمقراطية، كثير من الأحزاب على مستوى الدول الغربية والعربية يكون هناك تفاوت في مرحلة يحصد أعلى المقاعد، وفي مرحلة أخرى تجربة ثانية تهبط مقاعدة، وهكذا هو حال السياسة. إذا لم تكن هناك نسبة من التزوير والتلاعب، وشيء طبيعي فعلا في هذه المرحلة المجلس الأعلى لم يوفق، وقد أخطأنا في مشروعنا، وقد تكون هناك بعض الأمور، ولكن مشروعنا الأساسي وبرنامجنا هو الحفاظ على العملية السياسية وعلى النظام السياسي بغض النظر هل نحصل على مقاعد أو لم نحصل. ممتاز هذا الاعتراف سيد أمين.